أيها الإخوة في أوروبا، السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة بعد الانتهاء من الاستمتاع باللحن الجديد اللي سمعناه للسيدة أم كلثوم، حاول ميكروفون صوت العرب متابعة أخبار الفنان عبد الوهاب، وبعدين عرفنا أن الفنان بعد الانتهاء من حفلة أم كلثوم توجه إلى منزل الفنان الكبير الموسيقار العاطفي الأستاذ فريد الأطرش لتكملة السهرة والدردشة حول الأغنية الجديدة. وتوجه الميكروفون إلى منزل الفنان فريد الأطرش، ولكن لم نتمكن من اللحاق بالأستاذ محمد عبد الوهاب وباقي الصحبة، وبعدين سبنا هذه المجموعة لباقي الزملاء لمتابعة رأيهم. وتوجه الميكروفون للفنان الكبير الأستاذ فريد الأطرش، ودلوقتي هندردش معاه. أستاذ فريد، صباح الخير. يا سيدي اهلا وسهلا، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اهلا وسهلا. الحقيقة احنا عرفنا ان كان عند سيادتك مجموعة من الاصدقاء بعد الانتهاء من حفلة ام كلثوم، يا ترى مين اللي كان موجود عندك؟ انتوا يعني ايه ده للإذاعة يعني ولا؟ والله انا يعني طبعا النهاردة كان يوم عيد، في الواقع عيد 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 فني، لانه لحن عبد الوهاب وصوت ام كلثوم دول يعني حاجة بيكملوا حاجة فنية رائعة. فما فيش شك انه انا من اول الناس اللي كنت مهتم جدا بان هذا الحدث انه ربنا يحققه، وادي احنا عشنا وتحقق لنا هذا الامل الكبير اللي كنا بنترقبه من سنين الحقيقة، ان احنا نجمع بين لحن اكبر ملحن ومن اعظم صانعي الفن في الشرق، فلحن عبد الوهاب مع صوت ام كلثوم الجبار الساحر، ما فيش شك انه كانوا هيمتعونا باجمل الالحان واجمل واسعد الليالي. فانا كنت بترقب هذه الفرصه، ودعيت بعض اصدقائي من صحفيين ومن فنانين يعني جميعا من الوسط الفني علشان نتمتع ونقعد نسمعها. فقاعدين كنا زي يعني زي اللي قاعدين في معبد الحقيقه. وانا والله ما اخبيش عليك اني كنت متاخد وقاعد بترقب، لدرجة ان يعني الوصلة الاولانية سمعتها وانا واقف على رجلي، وفضلت واقف على رجلي لانه في حاجة يعني بترقبها. عايزة تحدث وعايز اسمع، ومتهيألي بعد هيقولوا مثلا بطلت تغني، يعني كنت مترقب انه يمكن يحصل وما تغنوش، متلهف اني اسمعه للدرجات يعني. وفضلت واقف على رجلي ما حسيتش غير بعد انتهت ام كلثوم ساعتين وربع تقريبا غنت لحن، وانا واقف من الساعة 10:30 على رجلي ما حسيتش بالوقت ده ان انا واقف على رجليا، الا لما انتهت ام كلثوم من الغناء قطعا. وطبعا النجاح اللي حصل والتوفيق اللي ربنا يعني وفق بيه، لا مؤاخذة التليفون، شوف يا فؤاد، ان ربنا وفق عبد الوهاب ووفق ام كلثوم، هي بصوتها الجبار الجميل وهو بلحنه الرائع، انه يقدموا لنا التحفه الجميله دي. وان شاء الله ربنا برضه يعني يمتعنا اكتر واكتر ونسمع الحان تانية لعبد الوهاب وبصوت ام كلثوم واكتر من لحن ان شاء الله. طيب استاذ فريد، الحقيقه بعد ما عرفنا رايك في اللحن الجديد، برضه يهمنا نعرف مين اللي كان بيتابع اللحن معاك من اصدقائك. والله كان عندي الاستاذ كامل الشناوي والاستاذ علي الجمال، وكان عندي الاستاذ صلاح ذو الفقار والسيده حرمه، وكان عندي كان عندي مين يا ربي، والله الواحد بينسى ساعات، وبعدين الاستاذ جلال والسيده ليلى حرمه وبعض اصدقاء طبعا، وشريفه ماهر وجوزها ونجوى فؤاد وزوجها، كنت داعيهم الحقيقه بعدين علشان السحور بمناسبه الغنوه دي، وكنت داعي طبعا منتظر انه صديقي وزميلي الكبير يشرفني بعدين، وفعلا كان موجود هنا هو والست نهله حرمه، وجم اسعدوني ان الاستاذ عبد الوهاب طبعا صديقي وحبيبي، وهو دايما بيحب انه نتشاور وياخد رايي، لانه عارفني انا راجل يعني عمري ما اكذب وعمري ما انافق، واقول دايما اللي في قلبي على طول، فهو بيرتاح يعني زي ما انا بحبه، هو اظن بيحبني بيبادلني نفس الشعور. فعلشان كده جه، وده بيته طبعا وبيت كل فنان او كل انسان، لان انا
بيتي مفتوح للجميع، خصوصا لاصدقائي من الوسط الفني اللي انا بعرفهم، بيعرفوني، بحبهم، بيحبوني. فعشان كده اتمتعت بيه وهنيته طبعا من قلبي، وقلت له رايي في اللحن بكل صراحه انه كان رائع وممتاز زي ما كل الناس كان رايها فيه نفس الشيء. اظن الحقيقه دي فرصه ان احنا نسالك عن احساسات وانطباعات الفنان الاستاذ عبد الوهاب وقت سماعه اللحن او عقب سماعه هذا اللحن. والله عبد الوهاب لما جت ام كلثوم تغني لحنه هو هرب، يعني نزل راح، احنا ما عرفناش راح فين، لكن كلمني بعد شويه وقال لي ان هو موجود في البيت وانه ما يقدرش يسمع مع ناس، لازم يسمع لوحده. ده احساس الفنان الصادق. فكان مستخبي، لكن كنا بنتصل بعض بالتليفون الحقيقه لحد لما طبعا انتهت الست ام كلثوم من اللحن، فجه بعدين كمل السهره ويانا هنا وسمعنا الوصله الثالثه سوا احنا كلنا. طيب استاذ فريد، الحقيقه يعني معروف ان انت لك لونك الخاص ومدرستك الخاصه في التلحين. طيب ايه رايك لو جربت هذه التجربه في صوت الفنانه ام كلثوم؟ والله دي امنيه يعني كل ملحن بيتمناها، لانه يجد الصوت القوي الجبار اللي يقدر يؤدي له الحانه. انا ما فيش شك اني بتمنى انه هذه الامنيه كمان تحدث زي ما حدثت للزميل الكبير الاستاذ عبد الوهاب، لانه كل ملحن بيشوف في صوت ام كلثوم كنز زي جوهرة. وانا بشبه مثلا الملحن بالصانع بالجواهرجي مثلا، كل جواهرجي ممكن ياخد الجوهرة دي ويصنع منها يقدمها في اطار يعني غير الاطار اللي قدمه فيه زميله الجواهرجي التاني مثلا. يعني الجوهرة دي ممكن واحد يضعها في اطار في خاتم، في قالب خاتم اسود او مثلا مذهب او مثلا فضي، والتاني يعمله في عقد، يعني كل واحد بيصنعه حسب ذوقه وحسب امكانياته الفنية. فانا بتمنى انه ربنا يجمعني بصوت ام كلثوم علشان اقدر اني اقدم للناس، اذا كانت هي تديني الفرصه دي والامنيه دي تحققها لي انا ما عنديش مانع ابدا اتعاون معها. الحقيقه الصوره الجميله بتاعه الجوهره والجواهرجي دي فعلا بتؤدي بينا الى سؤال تاني. اتفضل. يمكن سؤال يكون غريب شويه، ايه رايك لو حاولنا نجمعك انت وعبد الوهاب في لحن من الالحان؟ مش عارف ازاي يعني ان نغني لحن واحد احنا الاثنين، مش فاهم انا يعني. يعني اما انت تغني مثلا لحن عبد الوهاب او عبد الوهاب يغني لحن لك بالتبادل يعني. انا اتمنى ان هذا يحدث، لانه هيبقى فيه طبعا منافسه شريفه وهيبقى فيها خلق جديد، لانه انا مستعد اني اغني لحن عبد الوهاب، بس هل هو يرضى انه يغني لحن ليا؟ على اي حال دي يعني امنيه تتحرك في نفوس المستمعين، نرجو انها تتحقق. وفي النهايه نشكر الفنان. وقبل ما ننتهي من هذه الدردشة، نحب ندردش شوية على الحفلة بتاعتك اللي هي بمناسبة العيد. أيوة، يا ترى في حاجة جديدة بالنسبة للحفلة؟ ان شاء الله، ولو ان يعني ما حطهاش بدعاية ولا مظاهر يعني، لان انا بترك الاغاني الجديدة اللي بقدمها بتركها للجمهور، يعني هو نفسه بيقدرها او ما بيقدرهاش، يعني حسب انا بأغنيها وبسيبها للناس هم بيتكلموا عنها بعدين. يعني في لحن جديد في الحفله اللي جايه؟ نعم، هغني حته يعني اغنيه عاطفيه جديده، يعني كلامها يعني ما فيش داعي خليها مفاجاه للناس، يعني ما نقدرش نسمع مقطع منها ولا حاجه؟ ممكن اسمعك يعني كلامها بسيط، هي غنوه شعبيه يعني مش غنوه كلاسيك كبيره، يعني بيقول هي من كلمات عبد العزيز سلام، بتقول بقى عايز تنساني وتزود حرماني، طب انسى وانا حنسى مش هرجع لك تاني. هي بكلمها كده بسيط يعني، مش ما نقدرش نسمع الكلام ده ملحن دلوقتي. ممكن تسمعه انا، بس لو غنيته لك اخشى انه ما بعدين ما يدفعوليش الفلوس، لانه في كل حته جديده الاذاعه عندي اعملها للاذاعه المصريه طبعا. يعني عاوز تخليها مفاجاه؟ مش مفاجاه والله. لا قطعا، لان انا عاملها للاذاعه مطلوبه مني يعني، فاخشى ان لو غنيت يقولوا لا دي بقت قديمه ما ياخدهاش مني دلوقتي، مش حلو. على كل حال نسيبها مفاجاه، عشان لو غنيتها لوحدي من غير موسيقى الحقيقه، ودي غنوه جديده احب اني اقدمها في الاطار اللائق بها، يعني يسمعوها مع الموسيقى ومع المقدمه يبقى لها وقع ان شاء الله احسن. وانا معتقد وان شاء الله يعني انا واثق باذن ربنا انه الحته هتعجب الناس يعني. طيب ايه راي الاستاذ فريد لو عقب اداء الاغنيه
لو صوت العرب وضع الاغنيه موضع النقد زي احنا بنعمل دلوقتي على لحن عبد الوهاب. نعم والله هي القطعه يعني ما في شك انها في اطار الكلمات الموجوده انا قمت بواجبي، يعني انا لحنتها كويس، يعني عندي الكلام ده كويس، لكن مش عايز اقول ان دي اروع ما عملت عشان يعني اعمل حواليها ضجه، يعني انا عندي حاجات اروع بكتير، لكن مش معناها يعني حسب ان الملحن حسب الكلمات، يعني لما تجيب لي كلام رائع وقصيده كبيره وبتاعت ببذل فيها مجهود غير اللي ببذله في غنوه شعبيه عاطفيه يعني. فدي اغنيه انا مش عايز اقول عليها عاديه ولا كبيره ولا صغيره قبل ما يسمعوها الناس، واذا كانت تستاهل انه صوت العرب اللي بيسمعونا فيه في كل البلاد العربيه، اخواتنا في كل البلاد العربيه، واشكركم اللي اتحتوا لي الفرصه دي اني اهني كمان بالمره اخواتي العرب بعيد رمضان الكريم واعيادنا واعياد ما تجمعت قلوبنا وتوحدنا من اول وجديد، وان شاء الله ربنا يخلينا على طول كده اخوه في محبه ووئام وسلام دائما يا رب. على اي حال استاذ فريد احنا نشكرك جدا على هذا اللقاء، وكل سنه وانت طيب، مع اطيب تمنيات صوت العرب لك بالتوفيق في الحفله الجديده بمناسبه العيد. اشكرك والى اللقاء ليله العيد ان شاء الله.